شبابنا فتياتنا أكبادي، لكم المودة والقلوب تنادي، لا تسلكوا سبل الضياع وحققوا مجدا وعزا كان للأجداد، مجدا وعزا كان للأجداد. السلام عليكم ورحمة الله. لا يخفى على أحد ما حدث اليوم من تقدم ومن تطور ومن تمدن ورقي وعلم ووعي، وهذا شيء عظيم وإيجابي في معظم الأحيان، لكن لدينا ما لا يحصى من الشواهد على أن هناك وحشا كامنا يربض خلف كل هذه المظاهر الحضارية التي نراها، وهذا الوحش مستعد للانطلاق في أي لحظة إذا وجد الفرصة المواتية. ما حصل من مجازر راح فيها مئات الألوف خلال السنوات القليلة الماضية في أماكن متعددة من العالم ومن العالم الإسلامي، يدل على أن التحضر هو عبارة عن قشرة رقيقة، وأن هناك الكثير من الدواعي والأسباب لأن ننتكس على أعقابنا ولأن نجد أنفسنا في حالة من الوحشية تشبه وحشية الغابات وسكان الغابات. ومن ثم فلا بد من أن نخترع شيئا في تعاملنا في حياتنا اليومية يحول بيننا وبين التوحش. هذا الشيء في نظري هو أن يحترم بعضنا بعضا، ويقدر بعضنا بعضا، ويشجع بعضنا بعضا. مهما بلغ الإنسان من العمر، مهما بلغ من القدر، مهما بلغ من النفوذ والجاه والمكانة، فإنه لن يستغني أبدا عن تشجيع الآخرين وعن تحميسهم. حتى إن إحدى الأساطير تقول: مكتوب على جبين كل واحد من الناس، مكتوب على جبينه ليقرأه المار والقريب والبعيد، فضلا لا تهملني، فضلا انتبه إلي، فضلا قدرني، فضلا اعتبرني. هذه غريزة وفطرة فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، والله جل وعلا وجهنا إلى شيء من هذا حين قال: وقولوا للناس حسنا. وأنتم تلاحظون بين قوسين للناس، قولوا للناس، لكل الناس، قولوا لهم حسنا، استخدموا لهم معهم الكلام اللين، الكلام الطيب، حاولوا أن تكونوا أفضل منهم في التعبير وفي المبادرة إلى الخير. ومن هنا سنة للمرء أن يلقي السلام على غيره، وأن يبادر بالسلام حتى يبقى ذلك التواصل. فإذا بادرك أحد بالسلام كان ردك عليه واجبا، وإذا لم ترد فأنت آثم. بناتي وأبنائي، إن من طبيعة الأشخاص المحترمين جدا، وعلينا أن نكون دقيقين في التعبير، إن من طبيعة الأشخاص المحترمين جدا أنهم يمنحون الاحترام لمن يستحقه ولمن لا يستحقه، وذلك لأن النبل الذي في نفوسهم والسمو الذي في دواخلهم يأبى أن يصنف الناس إلى درجات: هذا أحترمه كثيرا، هذا أحترمه نصف احترام، هذا لا أهتم به أبدا، هذا أسبه، هذا أشتمه، هذا أضربه، هذا أقتله. النبلاء من الناس، العظماء من الناس، تأبى نفوسهم مثل هذا اللون من التفكير. إنهم يعاملون الناس على أساس قيم واحدة، يعاملون القريب والبعيد والشريف والوضيع بقيمة الإحسان، بقيمة الملاطفة، بقيمة الاهتمام، بقيمة الاحترام، وبقيمة التقدير. نحن حين نحترم الآخرين فإننا في الحقيقة نحترم أنفسنا، والذي لا يحترم الناس فهذا دليل على أنه أصلا لا يحترم نفسه. وقد تعودنا حين
يسيء إلينا أحد الناس تعودنا أن نقول له احترم نفسك. لماذا نقول له احترم نفسك؟ لأننا نعرف أنه إذا احترم نفسه فإنه سيحترمنا. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. هذه قاعدة عظيمة في احترام الناس. كما تريد من الناس أن يعاملوك باحترام وأن يقدروك وأن يحسنوا إليك وأن لا يزعجوك، عاملهم بنفس الأسلوب وقدم لهم نفس الأشياء التي تود منهم أن يقدموها لك. اللغة ثم اللغة ثم اللغة. اللغة تصنع المفاهيم، اللغة تصنع الأفكار، اللغة تصنع المشاعر. بالكلام اللطيف، بالتأنق في اختيار العبارات، نستولي على قلوب الناس ونستولي على عقولهم، ونشعرهم أيضا بأن لهم قيمة عند أنفسهم. يجب أن نتعلم استخدام كلمات لتصبح لازمة تتكرر على أنفسنا. من فضلك، لطفا، لو سمحت، لا تؤاخذني، قصرت معك، لم أنتبه إليك. ألفاظ جميلة نستخدمها من أجل أن نجعل منها مادة ووسيلة لتزييت العلاقات الاجتماعية، لترطيب الوجدان، لتندية المشاعر، لتحسين التفاهم. لأن كثيرا من المفاهيم لا ينشأ إلا إذا كانت هناك قاعدة من المشاعر وهناك بيئة من المشاعر الجميلة. الذي يحترم الآخرين يحترم نفسه، وحين نتعلم احترام الآخرين فإننا نتعلم أيضا احترام أنفسنا في الوقت نفسه. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا فتياتنا أكبادي، لكم المودة والقلوب تنادي، فتسلكوا سبل الضياع وحققوا مجدا وعزا كان للأجداد. مجدا وعزا.